لم يتم منع عبد الإله بن كيران من أخذ الكلمة في 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 مؤتمرات الحزب، ولا يحق لأحد أن يمنعه، ولا يملك حتى شي واحد باش يمنعه. هذا زعيم سياسي ينتمي إلى حزب عدالة والتنمية، غيبقى الوظيفة ديالو التأطيرية دائما موجودة وكاينة، والحزب بحاجة إليه، والبلاد بحاجة إليه، والمسار الديمقراطي بحاجة إليه. ولكن المهم ماشي هو شخص عبد الإله بن كيران، المهم هو حزب العدالة والتنمية كحزب كمؤسسة. كل الأحزاب السياسية التي تقود واللي هي ناجحة تكون مستهدفة، لأن دائما عندها خصوم، ديما عندها خصوم وديما عندها منافسين. هذه طبيعة الحياة السياسية. الحزب السياسي الموفق هو اللي كيعرف يدبر المعارك ديالو ويدبر عملية الاستهداف التي يمكن أن يتعرض لها، هذا في العالم كامل ماشي غير في المغرب. لذلك حزب عدالة مطلوب منه يدير تقييم ذاتي ويشوف المسار ديالو وكيفاش غيواجه التحديات المطروحة عليه.